صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح البطولات من برنامج بطل الحكاية. قبل ما أدخل في تفاصيل برنامجنا اسمحوا لي أصبح على سماح اللي هتشاركني تقديم برنامجي. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا سحر، وصباح الخير على مشاهدين برنامجكم بطل الحكاية. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، اللي هو اتكلمنا فيه كان فيه جدل كبير جدا جدا جدا، وهو موضوع الانتخابات. تمام؟ فعلا يا سحر، الانتخابات عاملة حالة كبيرة جدا من الجدل، وأصبحت منبع للشائعات، كان آخرها عدم دستورية الدعوة للانتخابات الجديدة. أعتقد معنا مداخلة. معنا مداخلة؟ اتصالات قطع؟ طيب، كان معانا الحلقة اللي فاتت طبعا ضيف مهم جدا، وهو أحمد سالم. تمام؟ كان بطل حلقتنا الحلقة اللي فاتت. خلينا، كان معانا برضو الدكتورة ميرفت، رئيس مجلس إدارة جمعية خير أمة. خلينا نشكر ميرفت علام، خلينا نشكر الجمعية الخيرية، لأن لما كانت معانا الجمعية الخيرية طبعا وعدت أحمد سالم إنها هتقدم له طرف صناعي، وفعلا أوفت بالوعد، وعشان كده احنا بنقدم كل الشكر للجمعية الخيرية. ومعانا المداخلة. ألو. ألو. أيوة، معانا الدكتور هشام البقلي، رئيس وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا استاذة سحر واستاذ سماح، صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يسعد صباحك. هتكلمنا كده عن الجدل حول الانتخابات. هي والله يمكن الايام اللي فاتت شهدت يعني حالة من الجدل الشديد جدا حول مصير انتخابات مجلس النواب 2020. ده يمكن كان سببه اولا وجود طعن امام المحكمه الاداريه العليا بالمطالبه بوقف انتخابات مجلس النواب لانعقادها او الدعوه ليها في موعد غير موعدها القانوني، ولكن يعني حسم هذا الجدل من خلال اللجنه العليا للانتخابات بان الانتخابات في موعدها. ولكن الحقيقه ان كان في حاله من يعني الجدل الغريب او الاشاعات الغريبه اللي تم تداولها من خلال السوشيال ميديا عن وقف هذه الانتخابات، من حتى شخصيات يعني من المفترض انها شخصيات ذات شخصيات مثقفه ولديها من الوعي ما يكفي، ولكن يعني هم للاسف الناس دي قدرت ان هي نشرت الشائعه بشكل غريب جدا. وزاد حاله الجدل ايضا دعوه الرئيس السيسي لانعقاد المجلس اليوم الخميس لدور الانعقاد الجديد، ولكن هذا يعود الى الماده الدستوريه، الماده 105 التي تنص على انعقاد المجلس في الخميس الاول من شهر اكتوبر من كل فصل تشريعي، لذلك كان يجب على المجلس ان يعقد اليوم، وبالفعل سيعقد المجلس اليوم جلسه في دور الانعقاد العادي. تمام يا فندم. طيب قول لي يا استاذ هشام، ايه ابرز القرارات اللي ممكن ياخدها النهارده في المجلس بتاع النهارده؟ لا ما اعتقدش النهارده ان الامر